فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده زوجتان، نعم، فقامت إحداهما وأرضعت صبيا، فهل للزوجة الثانية ألا تحتجب من هذا الولد إذا بلغ؟ نعم، لأن زوجة أبيه من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع، مثل زوجة أبيه من النسب. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم.